السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى يكون كلشي مزيان ان شاء الله. غادي نعطي الريستورون تعشاو فيها ان شاء الله، وخليكم مع هذا الفيديو هذا، وخليكم هنا كيف تشوفونا راه كاين البرد، غادي تحت شويه راه بارد الحال، تشوفونا انتوما المناظر هنا الصراحه زوينه. سمحوا لي ما كانش يتسمع الصوت، واخا الشتا مزيان عندهم هنا والضبابه والكلش تيطيح، جو شويه بارد عندهم هنا راه ناقص شي 4 هانتوما كيفاش 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 هذا هو البرج غلطة، تيقولو لي غلطة هو هذا، كما تشوفو راه عالي وقديم، وجينا اليوم في هاد الوقيته ديال الشتا، تصوير شوية صعيب هنا، كما تشوفو هنا القهاوي ديالو، القهاوي راه عامر، ديالها راه عامر، هنا كاين التوريس بزاف، جو السياح هنا بزاف، كما تشوفو دابا حنا وصلنا للطاكسيم، هذا هو الشارع الإستقلال. شارع المليون كيخواش من الناس هذا تيكون عامر ديما تلقاي عامر هاد الشارع اللي بغيتو كاين فيه انتوما تشوف الحلويات الحوايج كاين كل شيء هنا كاين موجود انتوما كتشوفو الدنيا عامرة وخاش الدنيا عامرة هنا راه واخا يكون معرفتش شنو تكون الدنيا عامرة مكيخواش هاد الشارع هاد الشارع هذا راه تيكونو فيه سهرات تيجيو الناس يجيو يتفرجو تيبقى يلوحو فلوس يبقى يلوح يلوح لي مبغاش كيما كتشوفو هنا يلعبو الكيتار هادشي راه تيبقى النهار كامل بحال هكا تزيد شوية تلقاي شاد الدربوكة تزيد شوية تلقاي شاد البيانو كيما دخلنا دابا راه في محلة طاكسي ديال الحوايج هانتوما بربعين ليرة هادشي داير هنا الصراحة هاد المحل راه زوين كلشي تيجي لينا في طاكسي تيبيعو الحوايج رخاص شوية نتوما كيما تشوفو 35 ليرة هداك راه هادي دايرة شي 75 ليرة هادي كيما تشوفو هادي تا هي شوف كي دايرة هادي تا هي زوينة هادي صرا نتوما رخاص هنا القبيات زوينة تا هادو كاملين كيف تشوفو دابا حنا شرينا هادي شرينا ب 70 ليرة قالك 75 قلنا لها 70 هادي راه قيصارية كبيرة فيها المحالة بزاف فيها سبرديلات فيها كيت مار تيديرو التخفيض راه تيرخصو في الثمن وهاد القيصارية كاينة في شارع الإستقلال حدا عاد العمارة عالية هي اللي المحل اللي شرينا منو هو هذا هو المحل السمية ديالو راه كما تشوفوا الحلويات ديال طوكيا هانتوما جميع الاشكال كاين 29 ليرة 9 ليرة 28 ليرة تشوفوا الثمن هاهو الثمن كما تشوفوا الحلويات ديالهم هادي 6 ليرة و 75 هادي 6 و 25 جميع اشكال بيتزا Thank you.
كيف تشوفوا حنا وصلنا دابا الريستورا هي كي دايره باقا الدنيا خاوي ما جينا بكري اليوم هذا تيكون فيها كلشي الشطيح دابا جلست دابا جابوا لنا اتاي باقا الدنيا خاوي انا باقي الناس ما جاوش مع متى تحلت انا ديك 8:30 وجات ساري مع ديك 12 كواكل وحده تيجيبوا لك السلطه الاولى كما تشوفوا هما كي دايرين فرماج هذاك كاشير خيار تيشا خبزه هو هذا الطبق الثاني تيقولوا لي سيجاره بوراك انتم تشوفوا الطبق الثالث فيه الدجاج اللحم الروز والسلطه كما تشوفوا هي في الاخر يجيبوا لك التيسير البنان التفاح اناناس الليمون تنديروا نخلي لكم السميه ديال هذه القهوه هذه كيف تشوفوا كي دايره دابا حنا يلاه سالينا نتمنى عجبكم هذا الفيديو هذا ودعمونا بابوني وكومونتيرات زوينين وجيم واللي خصها شي حاجه يكتبها لي في كومونتير غادي نحط لكم النمره يلاه بالسلامه عليكم.